متجهين الحين مطار هوندا. مطار جلجت. بعدين روحي هوندا. يا جماعة بنركب طائرة صغيرة، كم تشل الركاب هذه؟ 48 شخص فقط. 48 شخص. خايف اشتك. احنا في منتجع في مدينة هونزا اسمه منتجع لكزس، خل عن المنتجع وربك شوف اطلالته. يا الله يا الله يا الله، إطلالة المنتجع على واحدة من أكبر البحيرات في باكستان وهي بحيرة هونزا. على فكرة هونزا تبعد عن الصين 200 كيلو فقط، تروح كذا 200 كيلو أنت وصلت إلى الصين، وهذه البحيرة الضخمة تدخل إلى داخل باكستان حدود 300 إلى 400 كيلو تصل المدن وهي رايحة. بأمانة الإطلالة خرافية، وشوف القوارب هناك، اللي يريد يركب القوارب، دراجات المائية، سكوتر ما سكوتر. صراحة باكستان صدمتني صدمتني بالفعل. كل الطلالة يا جماعة الباكستانيين ما هم بسيطين، يا حرم ما هم بسيطين. شوف الطلالة. طبعا أريد أرويك أول شيء نظام الغرفة. شوف كيف السرير الراقي الجميل والحمام ها قدامكم. بس أريد أرويك الطلالة ولا غلطة. شوف يا الله يا الله يا الله. الله على الاطلاله الجميله. هلا هاي هاو ار يو هاو ار يو مجيد مع بيلا هاو ار يو هاي هاي مع بيلا هاي شوشو ام نوت ازعج يو ان يو اولسو بليز دو نوت ازعج مي هاي وير از باكو انسايد سليبينج هاي باكو يا الله يا الله باكو شوفه شوفه يا جماعة الإطلالة ولا غلطة يا الله. وهذا هو منتجعنا. سبزي 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 آلو لينو بياض لينو طماطم لينو 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 سوري 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 سوري